يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، لقد ظهرت في هذا القرن عدة فرق قد بين العلماء مخالفتهم لمنهج السلف الصالح، والسؤال: هل يعاملون معاملة الفرق القديمة من تحذير بدعهم وغير ذلك، أم السكوت عن حالهم، وذلك اجتنابا للفرقة وجمع الشمل؟ ما نعرف ما هي هذه الفرق التي تعني، أو كل فرقة، يمكن بعض الناس يتشدد في الأمور ويعتبر كل من لم يوافقه أنه مبتدع ومخالف، وقد يكون هو المخطئ، هو نفسه مخطئ. فلا يجوز التراشق باتهامات التبديع والتفسيق وغير ذلك، هذا له قواعد وله أصول وله مرجع، وهم العلماء يسألون عن هذه الأمور. عليكم بالتثبت في هذه الأمور، وعليكم بالتأني وعدم العجلة وعدم إصدار الأحكام على الناس بدون تثبت وبدون روية وبدون سير على القواعد التي سار عليها سلفنا الصالح، وهي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على منهج المعتزلة أو منهج الجهمية أو منهج الصوفية، هذا مبتدع بلا شك، هذا مبتدع، لأن هذه الفرق فرق ضالة منحرفة. ومن ليس كذلك فلا نقول أنه مبتدع على طول، حتى نرى وندرس حالته ونشوف ما عنده ونعرض ما عنده على القواعد الشرعية. الحاصل أنكم لا تستعجلوا في هذه الأمور، وتثبتوا واسألوا أهل العلم